مرحبا، كيفكم؟ انا افطار من افطار جيمنج. اليوم رح لكم فيديو جديد. طبعا بايدك الفيديو صوت اللعبه كان كتير عالي، انا عارفان. اليوم حسجلكم فيديو على البلاي ستيشن 3 عن لعبه اساسن كريد. هلا انا حدور البي اس، حظبط كل شيء، جهز قعدتي وبرجع لكم. اوكي خلاص، ما حطوا فيها. بس بدي اتاكد انه محطوط على الكاميرا. طبعا ما في فيس كام، قايلكن انا من قبل. واذا تحركت الكاميرا او الصوره مش واضحه يعني سامحوني فيها هالمره، يعني بعد ما عندي برنامج للبي اس 3. اول ما يصير عندي ان شاء الله برنامج بي اس 3 راح اسجلكم عليه. انا حاليا انا دورت البلاي ستيشن، بس حندور التلفزيون. سكر الاباجور ما يلمع. عرفت هيك منيح. اوكي لحظة بس، هذا اوكي هيك منيح. بعدي هلا حطها اتش دي ونبلش باذن الله يطلع يعني فيديو ذو جودة. بسم الله. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي عندي، حاكتب لكم هالمرة ما حانسى انه بالدسكريبشن اسم السناب والفيسبوك عشان تعملوا لي اد. هلا بتبلش. طبعا انا خاتمة للاساسنز كريد. ما اشدي لكم بس انه خاتمة، وما بظن حارجع بلش عن اول وجديد لانه صعبة صعبة صعبة. صح ختمت انا بثلاث ايام، بس هي طبيعتها صعبة جدا جدا صراحة، والله العظيم صعبة. يعني بدها مخ، بدها تركيز. هلا انا بعد لحد هلا عندي مشينات ما ناهيها، فحنعملها. حاعمل بعديد، بس انه في هلا هون بالاساسنز كريد بالبراذر هود في مثل التورات. هول التورات انا بروح بفجرهم وبقتل الكابتن عشان اقدر اجيب اساسنز اكتر، واقدر بنفس الوقت انه كيف بدي اقلكن يعني افتح مناطق اكتر، اعمل ريبل لروما من ورا الاحتلال ما بعرف شو هو. اوخ والله امبارح ما لعبت احوى. انا هلا هون انا عندها بس بنطلع، بس ما بدي حدا يشوفني، بس هيك بقتله على السريع بمشي. والله طبعا ايه لازم، والله نقزوني. Shut up and let me kill you. صح، we will approach of hiding. You are alive today and you will die now. أسهل بورقة طبعا عملتها صراحة عن جد. بحياتي ما تخيلت إنه يصير أعمل هيك بورقة طبعا أنا بهالسهولة. Hey, it's a new day. Yes, yes. هاي هي التور مثل ما انتم شايفين قدامكم. هلا هاي بدي احرقها، فجره، اعمل لها اجنايت سنترايزيشن، ظهرن من المنطقه. اي والله ما شفتهم. ضرب. طبعا حاعملكم بالفيديو الجاي انه حخليكم انتم تنقوا الست اب تبعي. يعني هلا انتم هو ما بيجي هيك، هو بيجي كل العالم اللي بتعرف اساسن كريد بتعرف انه الاساسن بيجي وايت ابيض، مستحيل يجي هيك ملون صح. فهون انا عامل له كاستمايزيشن للداي كلوذز عامل. فبالفيديو الجاي حخليكم انتم تنقوا اللون، حنزلكم اياها بد هيدا بالتصويتات، وانتم قولوا لي ايا بالكومنتات اكتبوا لي واحد او اثنين او ثلاثه. حيكون هن شو خمس انواع بعتقد مثل ما نكون شايفين راح تتطور. هذا الفيديو ما حيكون طويل جدا، بس هلا احن والله تعبت من الحكي وصايم، بس هلا مشان الفلوج حينزل بعد هذا الفيديو باذن الله يا ابو يعني بهذا الاسبوع. والله تعبت.
ما معي مصاري صراحة، ما معي مصاري من كتر ما بشتري. هلا شوفوا، تفوت على الماب هون، نفتح شفتوك هوليك النجوم كلها هوليك اساسا هون. خلاص ما بعتقد انه المفروض يعني يعطونا شيء. شوف خلصت كل الماب كله دمرتهم امبارح، عملت هاي بعتقد امبارح عملت 3 مناطق، ها وهاي المنطقة كمان وها. اليوم خلصتها، اليوم خلصت بس هاي، بس طلع اعلان. اوكي هلا حنروح نجيب اساسن وحننهي حلقتنا لليوم. هاي الحلقة كانت قصيرة بعرف، بس بوعدكم انه كل الحلقات الجاي حتكون يعني ما بتقل عن 10 دقايق. بس هلا لاني خلص، لاني عملت البورجا تاور، لو ما عملت والله لو ما عملت البورجا تاور صراحة ما كنت بشيل الفيديو من الاساس، لان ما عارفة انه عندي بس 6 دقايق 9 دقايق سوري. فيب ما جبنا الاساس من بعرف. شوف شو بقدر اعمل، شوف هاي اساس قريب، حوقف الفيديو هون، حروح جيب الاساس التريجر وبس. الله بتعرفوا شو، خلص الاساس والتريجر والفيديو الجاي باذن الله حنخلص هاي المشن، حنخلص بعد فيو بوينت وحنجيب اللي ها هاي المنطقة نفتح فيها، يعني حصمد مصاري حاشتغل ورا الكواليس. هلا حوقف الفيديو بس ما بين ما اوصل على هذا الاساسن وبرجع لكم. اوكي مثل ما كنتوا شايفين وصلت، طبعا حاول باقل خسائر انه انقذه، يعني لانه بعتقد انه حيوقع مثل هيداك. اوكي بس اطلع هنا، اوكي اوكي ما حيوقع. هلا نعمل بس ارو ستورم، شوف شو مش الحال تيد، ماتوا كل الجاردز. اوكي هالمرة طلعت بنت، عادة انا بجيب رجال. يس تعرفوا انه انا عم بحكي روماني من وراها اللعبة والله. يعني اللي عنده بي اس 3 بلبنان في محل اسمه جيم ستيشن، حد مختار العرب، حد طرمبة البنزين قريبا مختار العاب، بنصحكم في لهيدا لانه صراحة عنده كتير العاب حلوة وب10 دولار، ابدا ابدا منا غالية. وعنده كمان تبديل سيديات بي اس 3 اللي مثلا ما عجبينه سيديات او زهق منه بدلهم ب10000، يعني عملكم اسعار وعملكم الاشياء بس عشان ساعدكم، يعني في حال حدا عنده زهقان والله عم يتابع. وانا باذن الله كل شهر بجيب لعبة جديدة. هلا عنا لعبة اساسن كريد، حارجع عيد تختيمة بس وانا عم ارجيكم انه منحة انا كيف بلعب لما ما تكون مختومة. وهلا في رفيقي بلش عنده عندي هون، بلش وحدة و ما لعب فيها شوي بس خلص الاول فيه، يعني انه هيدا شهر رمضان فيه تبويس وما تبويس بتعرفوا القصص انتو يعني. فما حطوه على محل ما هو مخلص حاليا، بعد بيصير فيه اتاك من اول الجيم، بيصير فيه اتاك على المنطقة عشان هيك هو بيجي على روما، مش ما بيروح على فيرنزا يعني فرنسا. فلهون بكون خلص فيديونا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وبس باي.